السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وفضلا وليس أمرا ما تنسونيش أخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع، وإليكم التفاصيل. لأول مرة بطلة مسلسل بنات العساس اللي لقى نجاح كبير وخلق ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة منى فتو كتكشف على الطريقة اللي خلاتها تفقد بها الوزن. غادي نخليكم مع الفيديو. على كل شيء كيوصلني لي زينيرجي ديالكم تتوصلني الزوينة والكلام الطيب، وبغيت نقول لكم سنة سعيدة إن شاء الله بالصحة والسلامة وراحة البال، وكل واحد اللي كيتمنى وربي يرفع علينا هاد الجائحة باش نجيو نزوركم عاوتاني في لي زيتازيني إن شاء الله. مرحبا وألف مرحبا. وكنغتنم الفرصة باش نشكرك بزاف انتي وكاع الناس اللي كبروا بمايا وفرحوا بها. هذيك الإنسانة إنسانة طيبة وتستاهل كل خير، وكنتمنى لها زواج مبروك إن شاء الله، الله يكمل عليها بخير. وبشكل عام أي إنسان وأي مرأة دارت شي حاجة مزيانة وفيها خير وفيها نية خير الله يكمل عليها بخير. الله يحفظك الله يحفظك. Thank you. ودب قولي لينا دابا هاد المشكله ديال لو بوا كنعرفوا انها مشكله ديال كل شيء، وخصوصا ديال العيالات، وخصوصا في هاد العصر ديالنا دابا ولا فريمون مشكل ديال لوبيزيتي، انه ولا بزاف كينتشر حيت الماكله خايبه، حيت ما كنهتموش بزاف ديال الحوايج، وخصوصا ملي جات الجائحه ديال كورونا جلسنا في الدار وترخينا وبقينا هذا. انا خصك تعرفوا اللي خصك تعرفوا ان انا الكومبا ديالي مع لوبيزيتي مع الغلظ هو كان هادي تقريبا واحد 20 سنة وانا كنت حارب مع لوبوا، لان انا ملي كنت جون في ملي كنت باقا صغيرة وكنت هذا كانت فيا ما كنفوتش 50 كيلو، حيت انا فيا 1.60 متر ما كنفوتش 50 كيلو. علاش؟ لانني كنت اكتيف، كنت كنتحرك بزاف، وكنت كندير بلا ما نعيق كنت كندير رياضة حيت كنت كنتمشى ساعتين في النهار، ما كانش عندي السيارة. كنت أنا الأصل ديالي حتى لا جينيتيك مهمة، الأصل ديالي أنا عائلتي كلهم أطا بحال العود ضعاف، والأم ديالي الأب ديالي الله يرحمه، خوتي أختي كلشي ضعيف. جات واحد الوقت في طرف حياتي أنني كان عندي ما نقولش اكتئاب، ولكن كانت واحد الفترة صعيبة شوية في حياتي اللي رخيت فيها يعني. انا كنت كنحس داك الغلط بحال شويه يمكن مرض او دواء او ماشي مرض ماشي دواء نفسانيا بحال ترخيت ما بقاتش عندي ديك لينيرجي وديك لاكتيفيتي اللي كانت عندي. ولكن هادي كنهضر لك على هاد الشيء هادي تقريبا واحد 15 سنه ولا 20 سنه من بعد ولدت، منين ولدت كنت حيدت لو بوا ديالي ديال الولاده الزايشه. والخطا اللي درت هو انني فاش ولدت حيدت لو بوا، كنت بديت كندير لاكوبونكتور ودرت شويه غير نظمت الماكله ديالي، ورضعت انا رضعت الابن ديالي رضعته تقريبا عام سكيفي ضعافيت مزيان وداك الشيء. من بعد الرضاعه والولاده كانت عندي مشاكل شويه في الكوبل ديالي، كنت في الزواج ديالي كنت ماشي ما كنتش سعيده بفوديغ لي شوز، فعاوتاني وليت كنتلاح على الماكله. احنا عاد هادرين عليه اللي كيكون الانسان عنده مشكله نفسيه كيلقى واحد لو ريفوج، كيلقى واحد النافذه كيف ما كانت، يا اما الماكله يا اما دوطخ زاديكسيون. الحمد لله جاتني غير في الماكله ماشي مشكل. فبديت بقى الخطا اللي كنت درت هو كنت مشيت عند واحد الطبيبه حيد 10 كيلو في شهر، لان كان تابعني واحد التورناج واحد الفيلم، ومشيت عندها اول مره في حياتي غنبدا لي ريجيم. قلت لها بغيت نحيد 10 كيلو في شهر. هذيك الطبيبه الله يرحمها دابا راه توفات، كانت اوليا باش تقول لي لا راه ما خصكش تحيدي 10 كيلو في شهر، خاصك تحيدي ماكسيموم 3 كيلو في الشهر وبشويه بشويه. قالت لي صافي ما كاين مشكل غنعطيك واحد الريجيم غتحيدي 10 كيلو. كانت عطاتني لو ريجيم بروتين، كناكل غير لي بروتين، وفعلا حيدت 10 كيلو في شهر. ومن بعد بقى لو كور ديالي تيحيد وفرحت، كنت حيدت 15 كيلو، رجعت لو بوا ديالي اللي كنت جون في ديك الساعه. الابن ديالي كانت عنده عامين جو كخوا، فرحت بزاف. ولكن المشكل في هذاك النوع ديال لي ريجيم سكو كترجعي كل شيء وكتزيدي عليه واحد البونيوس مازال. ومن بعد كيولي عندك شنو اللي كنسميوه لي في يويو، كيولي الانسان كيعاود يغلط ويعاود يضعف ويعاود يغلط ويعاود هذا، كتدخلي في واحد لو سيرك الخايب اللي ما زوينش لا للصحه حتى شي حاجه. ايه ديالك؟
مهم باش نختصر لكم حيت طولت عليكم واقيلا في هذا الموضوع. انا في النهايه خديت واحد هاد 10 سنين الاخيره بديت كنشتغل على نفسي، على درت شويه ديال ديفلوبمون بيرسونيل وتصاحبت مع البسيكياتر. كاينه حقيقه عندي بزاف ديال صحاباتي دي كوتش، عندي صحابي دي بسيكياتر، اوف صاحبتي بسيكياتر، عندي صحابي دي كوتش، عندي صاحبتي بسيكولوج. المهم كنعرف الناس في هذا الميدان وكنقرا بزاف وكنبحث، ف وقال لك ما خاب من استشار. المهم فهمت بان اول اشتغال خاصني نشتغل على راسي وعلى دماغي وعلى نفسي وعلى نفسانيتي وعلى اللام ديالي باش نقدر نزيد لقدام، وباش نقدر الى خديت واحد الحاجه ناخذها نهائيا. فاشتغلت على نفسي، اشتغلت اول حاجه على ليستيم دو سوا. شنو دارت منى فتو من بعد مسلسل ديال بنات العزاز؟ حيت حنا شفناك في بنات العزاز كيفاش كنتي اختي. غير اعترفي اعترفي انا كان انا جايه كنعطيك، علاش كنعطيك لي ستوريك، كنعطيك القصه كلها واخا بخلاصه باش الناس يفهموا ان راه ما كاينش شي حاجه سميتها ما كاينش اميراكل. خدمي على جوج الحوايج، خاصك تخدمي على نفسك، على النفسانيه ديالك الا بغيتي تضعفي. بون الكلام ما موجهش لك انت حيت انت تبارك الله ضعيفه وزوينه. ما كاينش شي حاجه المشكل، ما كاينش شي عمليه قولي لنا الحقيقه. لا, لا 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 ما كاينش شي عمليه، ما عنديش لاش نكذب. شوف الانسان وكانت نبيله ما غاتجيش دابا هذا. شوف كاين ان خاصك تخدمي على نفسك بسيكولوجيكمون اول حاجه باش تقبلي راسك، يكون ليستيم دو سوا، يكون عندك ليستيم ديالك وكتتحرري من بزاف ديال الاشياء اللي ربما هضرتوا عليهم في هذا اللايف، تتحرري منهم وكتعتمي على راسك وكتولي تلقاي ذاتك. من بعد ربي كيلاقيك بناس اللي كيعطيوك بعض الافكار وهذا، ودابا اللي معروف بزاف واللي كيهضروا عليه الناس بزاف وخصوصا في امريكا هو لو جون انترميتون، هو الصيام المتقطع. كاينين بزاف ديال الاشكال، كاين الصيام ديال 16 ساعه وكاين ديال 18 ساعه، وانا درت ديال 23 ساعه. انا بديت فيه دابا اللي خصكم تعرفوا بعدا هو انني قبل بنات العساس ما كنتش في هذاك لو بوا، كنت قل من بنات العساس بشي 15 كيلو. يعني العام غير عام قبل الكونفينمون كنت بديت كندير بزاف ديال الرياضه، كندير البوكس. الله وفات عمي الطيب هي اللي ضعفات. كنت كندير بزاف ديال البوكس الرياضه، وكنحضي ماكلتي حيت انا ماكلتي اصلا ما كناكلش شي حوايج خايبين، زعما ما عزيزش عليا الطواجن والتغلاق واللحم وداكشي ما عنديش معاه. انا كناكل نقي، زعما كناكل لا سلاد، كناكل الحوت بزاف، كناكل بون مره طبعا انا عزيز عليا لو سوكر، هو تا هو راه مشكل كبير ملي كتكون عندك لاديكسيون للسكر. ولكن قبل من بنات العساس كنت ضعافيت، كنت وصلت لواحد لو بوا اللي هو نسبي ماشي هكا، كثر شويه من هكا، ولكن كنت ضعافيت مزيان. جا الكونفينمون ترخيت، بقيت جالسه في الدار، قطعت شويه الرياضه. جا البروجي ديال بنات العساس، عرفت بان بنات العساس الدور ديالي خاصني نكون بحال امهم، خاصني نكون الاخت الكبيره وخاصني نكون بحال امهم. لا ما نكذبش ماشي تعاود الدور، ولكن رخيت راسي خليت راسي ناكل نورمال. كيديروها قول صافي ما قبلش يدور، قلت لي ليها واش كيديروها الفنانين بوغ الادوار؟ كيديروها الفنانه، كيديروها كنسمعها في الانترفيوز في مصر، كيقول لك غلاضيت على قبل هاد الدور. ما نكذبش ما غلاضيتش على قبل الدور، انا الدور خلاني نطرخه يعني ميكس، خليت راسي. اما بحال دابا باش نكون صريحه معاك، بحال دابا انا لو بوا اللي فيه دابا، غدا الا قالوا لي خاصك واحد الدور تغلطي عليه ما نغلطش، حيت درت مجهود كبير باش نوصل لهذا لو بوا هذا. الا قالوا لي خاصك تغلطي لا، لان ما غاديش نرجع للور، فهمتي؟ ملي كنت على بنات العساس قلت صافي دابا غلطيت يلا خليني نطرخه ما كاين مشكل. ولكن فاش شفت الصوره ديالي في بنات العساس كنقول هذيك ماشي هي انا. بون جات مزيانه للدور وداكشي، ولكن ماشي هي مونا ديال بصح، خاصني نعاود نرجع كيف كنت. فبديت كان سميتو، فبديت كان بشويه بديت كان انترميتون في رمضان بديتو، ومن بعد جاني ساهل. هو انك كتاكلي مره في النهار، كتاكلي المفروض انك في ساعه في النهار كتاكلي اللي بغيتي. انا هذاك ساعه في النهار ما كناكلش داكشي خايب، كنخليه مره في السيمانه جو مفي بليزير انني كناكل شي حاجه عجباني مره في السيمانه وهذا. ولكن في لو ريست في ال 24 كامله 24 كناكل ساعه في النهار،
دابا مثلا انا مع الريتم ديالي بحال ملي ما كنكونش خدامه سي بوسيبل كنفيق الصباح كنفيق الصباح حتى لديك 11 هكا كنمشي ندير الرياضه كنبقى نشرب الماء واتاي سون سكر حتى للربعة كنوجد الغداء ديالي كناكل من 4 ل 5 من 4 ل 5 عندك الحق تاكلي اللي بغيتي بغيتي تاكلي الشوكولاته بغيتي تاكلي الكاطو بغيتي تاكلي اللي بغيتي ولكن انا انتي ما درتيش هذا المره ما درتش هذاك الشيء يعني كناكل صحي واخا من 4 ل 5 كناكل. شكرا على حسن المتابعه وما تنساوش اخوتي فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يبقى يوصلكم جديد القناه. مع السلامه.